اوكي شباب، اليوم معانا كتير من الاشياء شباب. هذا السيرفر المطورين حبايبنا ونظام كتير كتير مهم للكلمة علم. موضوع جديد، نظام جديد، نظام تبنيد الحسابات حبايبنا الجديد. مثل ما انتم شايفين معنا حبايبنا هون عنا النقاط 100% شباب. يعني مثلا شباب، كل ما واحد ما عارف كيف راح يكون الامور شباب، عن هل يا ترى على طريق السينيال او على طريق الاشياء، ما معرف كيف الامور راح يكون يا اساطير. مثل ما انتم شايفين طبعا هذا شباب، هذا النظام يعني عندي هون الحساب 100% شباب. الاول ما يصير حساب صفر اكيد راح يوقف اللعب بالحساب. لحد الان شباب الامر حبيبي والله شباب، هذا نظام التبنيد الجديد. اوكي شباب، عندنا كثير اشياء شباب اليوم بالسيرفر المطورين حبايبنا الكرام. قبل ما نبلش المقطع، طبعا معلم بلش تقريبا المقطع المهم للشباب الاهم شيء، لا تنسوا تصلوا حبيب محمد عليه الصلاه والسلام يا احلى ناس، ولا تنسونا باللايكات بالشيرات البارتاجات. وخلينا ندخل شباب المقطع يا اساطير، ليتس جو حبايبنا. نظام البات الجديد هذا هو حبايبنا مثل ما انتم شايفين. طبعا شباب لما اول ما ندخل على البروفايل، اوكي هذا هو شباب صاير على اليسار تمام، وهون بنخدم ممكن نحصل على جوائز. اوكي حبايبي طبعا مش مو موجود كل الانفورميشنات شباب، بس ولكن هذا هو نظام الباند الجديد. اوكي يا اساطير هذا اول شيء شباب. ثاني شيء شباب، عندنا شيء كثير مهم شباب، انا كثير متحمس. عندنا هون حبايبنا سلاحين جداد يا اساطير. ركز معي كيف شباب، عندنا السلاح اللي هو الجي 36 حبايبنا الكرام، وسلاح ثاني يا اساطير مكتوب لنا معلومه الريليزيشن، مكتوب لنا السلاح شباب. السلاح ما بين معي، بس ولكن حندخل نشوف التدريب شباب، نعمل لكم مقطع سريع على هذا السلاح. اوكي حبايبنا الان دخلنا على التدريب يا اساطير يا حلوين. هون ندخل نجرب السلاح الجديد يا اساطير. طبعا الميزه بهالسلاح شباب، فيه ميزه الصراحه عجبتني كثير حبايبنا. ركزوا معي كيف رح ندخل على السلاح، نختار هالسلاح. مثل ما انتم شايفين هون شباب، اول ما نختار السلاح حبايبنا عندنا اثنين مود يا اساطير. اول ما نضرب عليهم طبعا شايفين حبايبنا الطلقات، خلينا نقول هيك شو، ركزوا على الطلقات. اوكي لما نغير عليهم نختار شيء ثاني، مثل ما انتم شايفين عليه مكتوب متوازن، يعني الطلقات تيجي اخف اكثر يعني. اوكي بس ولكن يعني يعني يساوي، يعني خلينا نقول السلاح شباب، هالسلاح يعني يلزم يعني نستخدمه للقرب وللبعد بنفس الوقت. يعني لما نكون من بعد شباب نقدر نعمل له هيك، اوكي استيحات الطلبات يعني متساويه. ومن قرب الشباب خلينا ندخل نجرب، ندخل هون على السريع شباب ونشرح لكم الامر. راح نفعل خاصيه واحد للقرب وواحد للبعد، يعني هالسلاح معلم يصير طبعا شباب جميع طلقات متساويه. اوكي لما نعمل هيك هدول طلقات عشوائيه. اوكي شباب خلينا نشوف شو الواحد معلم هون ونجرب هذا السلاح الجديد. طبعا شباب ركزوا لي على الصوت، شوف عند هذا متوازن. اوكي ضربات ساويه، اوكي انا معلم طبعا شباب هدول ضربات، لا لما شوف ايوه لما يكون طلقات سريعه شباب بيكون ضربات عشوائيه معلم، بيكون بخفيفات بيكونوا قولي قولي. لا هذا يمكن ظهر المود الثاني معلم. المهم شباب هذا السلاح شباب له اثنين من يعني اثنين من الاستخدام، اللي هو القريب اوكي والبعيد. هذا هو يعني القريب والبعيد. قولي 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 بيبي قولي بيبي قولي بيبي قولي قولي. سبب طبعا شباب سبب مطورين معلم عم يكمبر يا اخي، عم يكمبر هذا، عم يكمبر هون يخرب بيتك هذول معلم، عم يكمبر هذول معلم. شوف شو 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 او ماي جاد شباب. بس ولكن شباب اكيد منكم لاحظوا شيء شباب هون عندنا. بالنسبه لباقي الاسلحه حبايبي، الاسلحه الموجوده الان لحد الان شباب هذول هن شباب، ما في اسلحه ثانيه. اوكي بنعرف هذا السلاح القديم نفسه، هذا هو. بالنسبه للسلاح الثاني شباب ما شفته شباب بالتدريب، بس ولكن حبايبنا في عندنا شيء جديد يا اساطير، اللي هو شخصيه جديده شباب. طبعا حبايبنا هي الشخصية شباب ما انتم شايفين معلم اسمها برميس. طبعا هي الشخصية غامضة يا اساطير، وفي مود جديد شباب اللي هو الربط. اوكي حبايبنا هون عندنا المود الجديد يعني او النظام الجديد شباب اللي هو الربط. صراحة شباب ما في الصراحة شكله غامض شباب، اول ما نضغط عليه شباب ممكن نحصل على شيء شخصية جديدة حبايبنا. طبعا لما اول ما اجي لهون معلم قول لي مين هذا معلم؟ هذا صديقي، انا مرتبط بصداقه معلم حبيبي ولا معلم. اوكي يا شباب نكمل هون معلم، اول ما ندخل على شيء شخصيه بنقدر نعمل ربط. انا صراحه عملت ربط لهي الشخصيه، ممكن يا ترى عن طريق الربط نكمل نحن نقدر نحصل على هذه الشخصيه شباب. ممكن يعني نحصل على كل الشخصيات مجانا او ما اعرف شو. المهم شباب شيء ثاني شباب عن هون الشخصيه الجديده شباب. بالنسبه لهي الشخصيه حبايبنا مثل ما انتم شايفين، طبعا حبايبنا هي الشخصيه بنركز معي على اليمين، باين عليها شيء غريب عجيب. خلونا ندخل ونجربها يا حبايبي، يلا ندخل ونجرب بعد التدريب يا حبايبي. مثل ما انتم شايفين يا اساطير هون عندنا هي الشخصيه. اوكي هون العلامه، ركزوا لي على العلامه. مثل ما انتم شايفين على شباب شكلها باين عليها كشكل درع، او صراحه ما فهمت كثير، بس ولكن شباب راح نفعلها تمام. اول ما نفعلها شباب شوفوا شو يصير معلم، يصير يعني تقريبا نبني مثلا مثل جدار جلو، ولكن مؤقت بس، ولكن هي ليفل 1 شباب اكيد راح يكون اكثر من هيك شباب. بس ولكن هل يا ترى هالشخصيه راح تنفعنا بالضربات يعني كدرع او كيف؟ خلينا ندخل نشوف. اوكي شباب خلينا ندخل لهون، ندخل على الوضع هذا اللي هون.
تمام على التدريب هذا ونحوش جرب شباب، هل يا ترى الشخصية يعني شلون راح تكون معلم؟ أو ممكن شباب أنا لاحظت الشيء اللي فهمته أنه ممكن هالشخصية شباب تساعدنا بتقليل ضرر أي شيء تاني، يعني أي ضرب، يعني أي ضرر عادي. ولكن مثلا هي ليفل 1 شباب ما قدرنا نطور الماكس لحد الآن، بس ولكن معلم شخصية باين عليها غامضة يا أساطير. أوكي معلم بدنا شيء واحد معلم عشان يعني يضربنا ونجرب عليه معلم. ليتس جو معلم، ليتس جو بوي. وين الناس معلم؟ مشكلة ما في حدا يا أخي، وين كلام شوي كان في ناس. anyway معلم هلا راح يجوا. اوكي شباب في واحد جنبي معلم، هات لنشوف نجرب على الشخصيه هاي شو راح يصير. ايوه نضرب شغل، ما لحظه شغل الشخصيه يا زلمه. شيت مان، ما لحظه شغل الشخصيه يا زلمه، طولي بلا ما نجرب الشخصيه. معلم طبعا شوي يعني ليفل واحد هي، بس انا رحت دخلت معلم بدون سلاح، طول بالك نجيب سلاح. اوكي حبايبنا خلينا نجرب هذا الشخصيه معلم، نرفع علم معلم اللي راح يضربني. يضربونا معلم، يضربونا ولا ما حد يضربنا. اوكي شو راح يصير؟ اضرب اضرب يا اخي، اضرب يا زلمه. اوكي شباب خلينا نشوف هذا، خلينا نضربنا عليه، نضرب هذا الدرع هذا معنا شو راح يصير. اوكي طبعا شباب يعني شو مداخلكم، من للاسف الشديد هالشخصيه يعني بما انه هي ليفل 1 شباب الدرع هذا الموجود يعني ما عم بيطور كثير يا اساطير. بس ولكن شباب اول ما تنزل الشخصيه ان شاء الله شباب راح تنزل، بس ولكن شباب كتبوا لنا بالتعليقات شباب طول بالكم. ويت ا مينت شباب، كتبوا لنا بالتعليقات شباب شو تعتقدوا تكون انه هالشخصيه يا اساطير. طبعا شباب انا يعني فكرت تكون ممكن هي، ترى هالشخصيه ممكن تحذف مثلا الثلج اللي ما امامنا مثلا، او يعني نشيله مثلا مثل سكايلر مثلا، بس ولكن يعني بشكل حوالينا، او ما ممكن تكون بس كشكلها كشكل درع. اوكي شباب خلينا نشوف هذا الامر، خلينا نشوف التسريب اللي بعده، لا مو التسريب اللي بعده، التحديث الجديد. اوكي حبايبنا يا شباب في كثير 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 شيء حلو يا شباب راح افرجيكم يا شباب، اللي هو مرافق جديد حبايبنا الكرام مثل ما انتم شايفين يا حلوين. طبعا شباب بالنسبه للمرافق شباب مو موجود الا اي شيء منهم، اوكي؟ بس ولكن شباب مثل ما انتم شايفين شباب هي علامه الزايد، ركزوا معي كيف، علامه الزايد الموجوده هون معلم، هون على طبعا هذا هو شكله حبايبنا، هون علامه الزايد، اوكي مثل ما انتم شايفين، باين عليها، باين عليها شباب استنتاجي، ركزوا معي، استنتاجي هذا اللي هو هذا ممكن هذا المرافق ممكن يزيد مثلا، يزيد شيء اكثر مثلا اذا بنتعامل 100 كيلو مثلا او اي شيء، ممكن يضيف لنا اكثر مثلا او اي شيء ممكن يزيد اكثر او اكثر او شيء يعني يفيدنا مثلا بالصحه او باللوت او حبيبي المنطقه. اكتبوا لنا بالتعليقات شباب واكتبوا لنا استنتاجاتكم يا اساطير، نكتشف للاسف الشديد مو موجود شباب هذا، بس هيك شباب انا هيك شايف يعني هيك اعتقد. اوكي يا حساطير حساطير حساطير، يلا نشوف اللي بعده. والان يا اساطير شباب المود اللي يعني حبيت ادخل على المودات شباب، المود اللي انتم شايفين شباب مود الزومبي يا اساطير مثل ما انتم شايفين شباب، رح ندخل ونجربه ونشوف شو وضعه شباب. خلينا ندخل على اللوب. اوكي شباب طبعا شباب مثل ما انتم شايفين معنا بلكس بليز سيلكت ان ذيس جيم بوت افكت، يعني ما فهمتش معلم. المهم شباب باختصار شباب الظاهر شباب يعني لما ندخل هذا المود نختار مثلا مثل الشيء اللي فهمته يعني ميزة لاعب او ميزة شيء يعني تختار مثلا مثل محارب مقاتل، يعني ميزة كل واحد معلم الميزة تبعيته، يعني مثلا واحد يمشي سريع. المهم شباب حبيبي والله مثل ما انتم شايفين مكتوبون كلمة نيوتراليزيشن معلم مكتوب، خلينا نكتب هذا معلم، نضغط على هذا بشكل سريع. وبالنسبة للشخصية شباب مثل ما انتم شايفين يعني حبيبي والله قولي قولي اوه خمسة أربعة غيروا الوضع بلوز برو، ليتس جو ندخل شباب. يا سلام عليك شباب مثل ما انتم شايفين يا ستير عنا هون كثير من الاشياء الموجوده هون بالخريطه معلم. هي الخريطه شباب خلينا نشوف الخريطه معلم، هي ترى غيرت الخريطه الظاهر شباب ما غيروا شيء بالخرائط، بس ولكن هذا المود شباب الظاهر المود راح يكون كثير كثير حلو شباب. او ماي جاد رفع المستوى، اضغط هون شو عم يصير. اوكي معلم هون بنختار يمكن الظاهر معلم انشاء هالد، يمكن نختار المهارات شباب، نختار مهاره المهاره اللي بدنا اياها. اوكي في هذا المود نختار الوك معلم، عندنا مهاره الوك. ممكن شباب لما نختار مهارات يمكن نختار لما نضرب مثلا اكثر من واحد او كذا ممكن نحصل على مهارات اخرى. بس ولك شباب خلينا ندخل هذا المود شباب لنشوف شو وضعه معلم في هذا المود يا اساطير. طبعا او معلم شايفين شباب في هوني زومبي بكل مكان. اوه لا 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 او ماي جاد او ماي جاد اوه في زومبي. لا 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 شباب لا 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 طوروا بالكم طوروا بالكم طوروا بالكم، لازم نشوف لازم ناخذ شي سلاح شباب. اوكي هون حطونا الشخصيه تالوك حبيبي والله يا سلام. اوكي شباب طوروا بالكم لازم اسلحه لانه هون معلم راح يكشفونا معلم. زومبي شباب زومبي زومبي زومبي، شوف 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 زومبي برمي قنابل، شوفوا شكله معلم شو هالزومبي. يلا لا 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 معلم تحول الامر للرعب معلم، لا 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 معلم اصوات وما اصوات وشو الامور. حصلت على البويا. اوكي حبايبي الكرام ركزوا معي كيف
من شوي حصلت على البويا وهون زاد عنا اللي هي النقاط هدول بالتهنئه. اوكي شباب، اوكي حبايبنا الكرام. سو ليديز اند جنتلمان، شباب حبايبنا الكرام، حبينا ننزلكم هيك شيء ملخص سريع شباب الاحداث اللي راح تنزل. ما نحب نطول عليكم اكثر من هيك شباب. راح نشوف شباب ان شاء الله التفاصيل اكثر على البث المباشر ان شاء الله على الشباب على الفيسبوك. شباب الرابط راح يكون تحت بالوصف يا اساطير. راح نكمل شباب يعني ندور اكثر اكثر واكثر اكثر شباب بهذه التطورات الجديده شباب لعبتنا فري فاير. طبعا شباب شيء كثير مهم شباب هون كمان، اول ما دخلت على البروفايل لما دخلنا شفت المودات معنا، يعني موضوع المودات انا هون شباب ممكن يرجعوا الزب الوحيد المصنف تبع معنا، يعني يمكن يرجعونا الترتيب على الزب الوحيد. اوكي وهذول هن يا اساطير. اوكي اعتقد هيك شفنا اهم الاشياء شباب هذا السيرفر، مو هذا السيرفر معلم، بهذا ايه سيرفر مطورين. ياب هذا السيرفر مطورين. اوكي حبيبنا، ونظام التبريد البان وحبيبه والله الجديد. سو ليديز اند جنتلمان، ان شاء الله عجبكم مقطع يا اساطير. لا تنسونا بزر اللايك والشير والمشاركه وتفعيل الجرس. بشوفكم على خير، تشاو.